يا أصحابنا ليه عالطيب تمديتوا واخفيتوا النعم والزلات منشورة ولا أشيرها الحاكم ما تحكيتوا في ساقته ما طلعتوا يوم عن شورة يلعبكم زين لا رحتوا ولا جيتوا والمال خلى ردي الفعل أسطوره وفي مجلس لا دعاكم ما تعديتوا رجلينكم كأنها لرضاه مبتورة وإن جاي يصلي صلاته ما صليتوا وإن فاته فاته ما هي مذكورة مدري بعد يوم صليتوا توضيتوا أهل الرياء عند راعي المال مأجور مدري بعد يوم صليتوا توضيتوا أهل الرياء عند راعي المال مأجورة لكن مع الوقت يافنا ما تقضيتوا ولا بتفنون وكل ينتظر دوره حنا بشر والبشر مهما تناسيتوا نرحل ولا في البشر من دام تدهوره المال ما رجع الأعمار لقفيتوا والفقر ما نقص الرجال في شهوره ربيتوا المال لكن ما تربيتوا على العطا جعل يمن اللاشر مكسورة ربيتوا المال لكن ما تربيتوا على العطا جعل يمن اللاشر مكسورة جيتوا المجالس لكم حاجات واخذيتوا واللي عطاكم مرض ما قلتوا نزوره الجون أما تغديتوا تعشيتوا في مجلس من رجل الأنذال محظورة يا أصحابنا لا شبعتوا ثم تقهويتوا خذوا الفناجيل ما نبغى لها صورة تحرم مقهويبها يلي ترديت وخاف عد ورده والناس مستوى الله 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 صح الزالك يا بعيدا بزدار التحية.